احنا الان اول مره امام مؤسسه البرلمان، المؤسسه اللي فيها ممثلي الشعب وممثلي الامه. جينا نرفعوا لهم الصوت ديالنا احنا كمتضررين من برنامج فرصه، البرنامج الذي كنا كنتوقعوا انه فعلا اسم على مسمى فرصه، ولكن للاسف ما عرفتش وقيلا كان قرصه بالنسبه لنا احنا، لانه تقرصنا من المشاريع الحكوميه والاجتماعيه والتنمويه كامله صراحه. ما بقى عندنا واحد 10% ديال الامال، نتمنى هو في هاد الناس هادو انهم يوصلوا الصوت ديالنا، ولا داروا شي تقييم السياسات العموميه باعتباره اختصاص اصيل ديال السلطه التشريعيه امام السلطه التنفيذيه، وانه يقيموا هاد البرنامج هذا، ولا احتاجوا شي حاجه في الادله وفي الحجج باش يقيموا السلبيه ديال هاد البرنامج، حنا موجودين. كاين الادله الورقيه ماشي الشفهيه واللسانيه، كاين عندنا مرافعات كتابيه في هذا الباب باش اننا ندليو بها امامهم. هذا البرنامج سيدي تاقوا فيه واحد الفئه كبيره ديال الشباب اللي انا واحد منهم. فيها نعم سيدي واحد الفئه اللي هما وصلوا ليطاب ديال بريباراسيون دي زاكت وما خرجوش لهم لي كونطرا، اللي هما هاد الاخوان هادو، وفيهم الفئه ديالي انا عبدو ربيه اللي سنين لي زاكت، سنين لي كونطرا ديال لو كريدي، سنين الاعترافات بالدين، وخلصنا لاسيرونس دو كريدي ديال الوفاه لا قدر الله باش الناس اللي متنا يتعوضوا في ريالاتهم، حتى ريالات ديال الدوله، بغا الدوله يتردم كتحمل مسؤوليتها هي فيهم، وحنا خلصنا لاسيرونس ديالنا. عطيت له شيك ديالي اخويا في لاسيرونس، جبت لهم لاسيرونس ديالي، كنت سنا اخويا فلوس يدوزو في لو كونت. كنتفاجئ اسيدي مورا بواحد اون سومين انه السيده كتصل بيا من مؤسسه الامانه كتقول لي بانه السي الدين راه التمويل ديالك ترفض. الله يجزيك بخير، قلت لها واش متاكده كدوي مع السي الدين رقم فلاني الدوسي فلان فلاني؟ قلت لها راه نسينيت كونترا، قلت لها راه ما كاينش الرفض، قلت لها راه هذه راه جي الضحكه، قالت لي لا لا راه متاكده راه تا واخا انا جي عندك، جيت عندك الله يجزيك بخير عطيني الرفض كتابي. قلت لي لا ما عنديش. قلت لها هذا الرفض شنو جاك؟ واش واتساب ابيل تليفونيك؟ اشنو جاك هاد الرفض هذا؟ قالت لي لا ما نقدرش نقول لك، المهم راه جاك الرفض. جبت السيد مفوض قضائي طلع باش يطلع واحد المراسله ديالي ويحط ليها باش نعرف المآل ديال الملف ديالي، رفضات انها تسلم. الرفض هنا يدل على شيء، فانه يدل على سوء نيه هذاك المستخدم في ديك الاداره ولا ذاك الموظف ان كان موظفا. رجعت اتصلت باخوان اللي هما كانوا معنا في الحاضنه وفي البرنامج هذيك، كنلقى انا ورا العدد ديالنا راه ماشي واحد ولا 10، راه حنا 1500 ديال البشر الشريف اللي تقسات من هذا البرنامج. 1500 راه عدد ورقم يكسب المشروعيه لهذا المطلب. هذه اول حاجه بغيت نوصلها لهاد الناس المسؤولين، راه ما جايكش خمسه ولا 10 اتفقوا في قهوه وقالوا تعالى ما كاين ما يدار نوضوا البلبله، راه 1500. واش الناس كتصير 500 درهم 800 درهم ديال الطياره ديال الديبلاسمون وزيده طين ما يزيد الطين وبله كما كنقولوا، وانه الناس غارقه وزيد كتغرق في راسها في المصروف ديال الترونسبور. واش هاد الناس هذوك ما كانوش عارفين راسهم عندهم مطالب مشروعه؟ زيدوا تكبدوا هذا العناء المادي والنفسي والصحي والمعنوي ديال لي ديبلاسمون امام هذه المؤسسات هذه. ما شوفوا الله يرضي عليكم، راه المسائل واضحه واضحه وضوح الشمس. راه هاد الناس هادو شدوا الوضعيه ديالهم وقارنوها مع المنشور ديال السيد رئيس الحكومه الذي يقضي باحداث برنامج فرصه، وسيروا شوفوا ديك الفقره، هذيك الفقره اللي كتقول بانه سيتمكن المستفيدون من برنامج فرصه بعد الانتقاء من لجنه المشاريع من الحصول على تمويل. هنا يكون التمويل معلق على شرط وحيد وواحد، وهو انتقاء من لجنه المشاريع. سيروا شدوا هذا المنشور هذا ديال السيد رئيس الحكومه، اعطيوه نعم السيد الفقهاء القانونيين والقضاة ديال المحاكم المحكمه الدستوريه عفوا اللي عندنا، وشوفوا اش غيقولوا لكم في هذا الباب. كيقولوا بلي هذا السيد لا تهز في لجنه المشاريع، دوزو الفينونسمون اوتوماتيكمون عطيه فلوسو. ما تجيش السيده المسؤوله على هذا البرنامج اللي وقيلا عندها واحد الاختصاص وواحد التكوين ربما اكاديمي اقتصادي تسييري تدبيري، طعن في شي حوايج هي قانونيه، لانه راه القانون راه اسمى تعبير عن اراده الامه، راه هو القانون. الور ملي كيخرج منشور السيد رئيس الحكومه وكيوضح لك فيه كيفاش كيكون هاد الانتقاء في هاد البرنامج وكيفاش كيتم التمويل، وتجي نتيا ولا نتوما في ديك الشركه المغربيه للهندسه السياحيه بصفتكم غير واحد جهه وصيه على هاد البرنامج اللي هو تعطى التدبير ديالو لوزاره السياحه، وتجيو نتوما تقولوا لا راه حنايا اختارينا الملفات اللي بغينا، وتهز العدد الكافي. واخا تهز العدد الكافي، وهاد الناس هادو اللي دابا معايا وعندهم دوك لي بي في ديالهم، لي بي في ديال الفينانسمون،
واش هذوك لي بي في داروا في محلابه داروا في شي دروج ديال شي موبل هذوك لي بي في راه داروا في لجنه راه انعقدت بتاريخه ويومه وساعته واعضائها وكانوا فيها مخرجات وتقارير وكل يتحمل مسؤوليه ارائه في تلك اللجنه الناس ملي كتعطيك ثلاثه ديال لي زافي يعني دي بارتي تييرس ثلاثيه الاعضاء كتعطي لي زافي فافورابل راه ما عطاهمش بناء على اعتبارات شخصيه ولا هذاك راه ولد صاحب فلان عمي راه الا كان هذاك ولد صاحب فلان عمي وهادي راه جوج غيقولوا ليه لا حبس اخويا راه دار فيه مساءله وفيه تقييم فيه المال العام فيه الروينه الكحله ملي كتجي نتايا وكتجي تطعن في هذاك البي في ديال لجنه ثلاثيه الاعضاء راه كتضربوا في بعضياتكم راه كتضربوا في ديك المقاوله العموميه وكتضربوا في هذيك الممثله ديال برنامج فرصه وكتضربوا في هذاك القرار ديال ديك ممثل مؤسسه التمويل ما فهمتش انايا واش عندكم شي مشكل داخل في لاكويزين انترن ديالكم لك عندكم شي مشكل ما تبردوش في ولاد الشعب عندكم شي مشكل شي خلل في الميزانيه ديالكم وهضره اخرى هذيك الساعه سيروا بردوا في بعضياتكم تحاسبوا مع بعضياتكم ما تخلوش ولاد الشعب هو اللي يخلص ما تجيش السيده هذيك المكلفه ببرنامج فرصه على الصعيد الوطني وتخرج في الخارجات الاعلاميه وتقول لهم وا دوك الناس اللي فاتوا 10000 حنا رصدنا 1200 فين هي 1200 وحنا 1500 وتقولها واحد تهز ديك 1200 ترى بزاف واش لو كان يا ربي تسمح لي قمرنا في الكوط هذيك 1200 وغيتهز منا واحد من 1500 حتى 1200 فين واش موتوا شي وحدين في شي كوكب صيفطتهم درتو فيهم شي تجربه ديال الحياه واقيلا في بلانيت مارس ولا بلانيت ما عرفت شنو هو نبتورن ولا شي حاجه صيفطتهم ديك 1200 باش يعيشوا تم راه 1200 خصنا نلامسوه في ارض الواقع اللي زدتو نتوما كتقولوا زدتو على 10000 وسيروا راجعوا الخارجات الاعلاميه ديال المسؤولين راه المسؤولين عندكم الناطق الرسمي باسم الحكومه ولا الممثلين ديالكم ديال الوزاره ولا ديال البرنامج ولا الممثلين ديال المقاوله راه كله كيخرج بارقام كيقول لك 10000 كيقول لك النسخه اللي فاتت كانت 12200 وزدنا 1200 وزدنا فيها 4000 ديال النساء راه ديك راه ارقام راه تسالون عليها راه ماشي بحال انا خارج كنقول يلاه هاد الطوموبيل تقدر تكون دايره واحد 40 مليون انا راه كنقدر انت راه في مسؤوليه وكتخرج في خرجات اعلاميه راه ملي كنخرج هنا راه ما كنخرجش كنتحدث بلغه الشارع ومقنفلي لك كنخرج بناء على احصائيات بناء على وثائق رسميه وملموسه اللي عايناها وطالعنا على الفحوى ديالها والمضمون ديالها وسولنا وطالعنا وبحثنا على الحجيه القانونيه ديالها هاد الناس هادو راه ما جابش الله التيسير راه كاين القضاء يعني من هذا المنبر هذا كنعاود نوجه الدعوه لهاد الناس اللي هما الممثلين ديال هذه الامه هذه في هذا البرلمان هذا باش انهم يوصلوا هذا الصوت ديالنا ويسالوا السيده الوزيره ولا بغاو المعطيات والدلائل باش يسالوا احنا موجودين شكرا. احنا من الناس اللي كانوا بادروا باش يخلقوا واحد المقاوله، المقاوله الداسيه تشغيل داسي على حساب الاستراتيجيه اللي دار جلاله الملك ديال هذه المقاولات الصغرى والتشجيع تشجيع المقاولات الصغرى بدرنا كان بحثوا على مصادر التمويل من بين مصادر التمويل شاركنا في هذا البرنامج فرصه.com اتصلوا بنا قالوا لنا انتم المشاريع مقبوله غدوزوا واحد مرحله التعليم دوزنا مرحله التعليم مزيانه نجحنا خذينا الشواهد قال لك راه غادي تدوزوا المرحله ديال جمع الوثائق اتصلوا بنا الحاضنات وثائق فيهم عقود كراء فيهم عقد الكراء فيهم شركه فيهم مقاول ذاتي على حساب الصفه اللي غتخدم بها نتايا المهم درنا واحد الديفي جبنا الديفيات الماتريال غنحتاجو الملف مكمول كامل من بعد هذاك الملف هذاك راه كيمشي لوزاره السياحه لا سميت الشركه الهندسيه بوزاره السياحه اللي هما قالوا لي قال لك الملف ديالنا راه مزيان دزناه في اللجنه ديال وزاره السياحه لا سميت بان الملف ديالنا مزيان من بعد صيفطونا لمؤسسه التمويل قطاع بنكي قالوا لك راه غنعيطوا لك باش تجي تسين عقود التمويل ديالك باش تاخذ التمويل باش تبدا المشروع ديالك من بعد بقينا معلقين في هذاك السيناتور ديال التمويل راه كاينين تبارك الله كفاءات وكاينين شباب وشابات مقاولين مقاولات اللي جاوا بواحد الطاقه بغا يخدموا في الاخر تصادموا بامر الواقع قبل الواقع بغاو يسينوا على التمويل قال لك حنا راه اكتفينا بالعدد اللي خدينا مع العلم حنا حندوزنا جميع المراحل المراحل اللي دوزنا هما دوزوا المراحل التمويل وحنا دوزنا المراحل خلاونا بلا تمويل وحسينا بواحد الامتياز اللي جينا بواحد الطاقه وخلاونا في واحد الاحباط الاحباط حنا المحلات كاين اللي دابا المحلات مسدودين كاين اللي خذا تسبيق 3 شهور 4 شهور ديال كراء المحلات كاين اللي صلح المحلات كاين اللي باع مسائل خاصه راه معنا شباب وشباب كاين اللي باع موطور وكاين اللي باع الهواتف ديالو كاين اللي تسلف عن الاسره عن الاخوات باش يعطي واحد الصوره مزيانه على المقاوله ديالو كاين اللي انا براسي درت واحد السيت ويب درت واحد التسويق رقمي
كنتسنى التمويل باش نخدم ديجيتال ماركتينغ التسويق ديالي في الاخر وصلاح المحل ديالي في الاخر كنتسنى عبر الواقع المحلات مسدودين والتمويل ما كاينش وصلت وهضرنا واحد الوقت هذا الوقت هذا راه صعيب راه انا من جروب ديال 22 ومعنا شباب وشابات من جروب ديال 22 ما تمولوش وباقي معلقين لحد الان نتمنوا يلقاو شي حلول وجلاله الملك نصره الله على حسب الخطابات اللي استراتيجيه اللي كان دار بهذ الشباب والكفاءات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خذوا حلول تمويليه ديروا واحد الحلول تمويليه ما بين القطاع البنكي والمقاولات غيديروا واحد الحلول التمويليه ما بين القطاع البنكي والمقاولات باش يكون واحد الثقه باش يكون واحد الديناميه اقتصاديه اللي في البلاد ديالنا في الاخير كنصطدموا بهذا وما كيخرجوا بشي تصريحات يقول لك راه برنامج ناجح ولكن راه ناجح بالنسبه ل 10000 اللي خداو ولكن هذوك من فوق 10000 اللي هما ضاعوا وصلوا التمويل وضاعوا راه ما ناجحينش.